مشاهدينا الأفاضل، متابعينا الأعزاء، متواصلين بحضراتكم في هذه الفترة المسائية مع هذه الانطلاقات المتميزة والجميلة في مساء يشهد هذه التحديات الرائعة. انطلاقة الشوط الخامس عشر، السيارة النقدية بالانتظار لإحدى هذه الشعارات المقدمة لنا هذه الأسماء الرائعة. بداية وإياكم مع مثايل علي بن محمد بن سعيد النابت، من يقدم لنا مثايل على الصدارة. نتابع وإياكم النقلة إلى ثاني المراكز، وهنالك صبا هي القادمة، منصور بن سيف بن علي بن سعيد المنصوري القادم على ثاني المراكز. وثالثا نتابع انطلاقة نشوى سلطان بن حمد بن سيف الأصلي الشامسي، ورابع المراكز نتابع انطلاقة المسك عاطف بن عطية بن حسن القرشي، وخامس المراكز هنالك ماتوقة القادمة زيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن نديلة الواصل على خامس المراكز. هذه هي النتيجة لهذا الحضور ولهذه الشعارات المتواصلة في هذا المساء الرائع، مساء يشهد نوعيات نادرة صراحة، مساء يشهد شعارات قوية ورنانة، يشهد جموع غفيرة في هذه الانطلاقات المتميزة. سن الإجذاع 6 كيلومترات، نشاهد وإياكم منافسات، نتابع وإياكم شعارات تتقدم العودة وإياكم بعد ذلك إلى الصدارة وإلى البداية. مثايل على الصدارة، انطلاقة شعار علي بن محمد بن سعيد النابت يقدمني. ثالث المراكز نتابع وإياكم شعار سهيل القادم والمقدم لنا انطلاقة ماثوقة زيد بن محسن بن علي بن ديلة، بينما رابع المراكز المسك هي القادمة بشعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي، شعار بوسمن الواصل على رابع المراكز. يتقدم بتضمير راشد بن سعيد بن حلفان، بتضمير بوسعيد، ركز يا بوسعيد، والتركيز هام ومطلوب في هذا الشوط مع هذه الانطلاقات الرائعة. كما ننوه ونذكر بأن جائزة هذا الشوط جائزة سيارة نقدية للفائز بالمركز الأول، بينما خامس المراكز هنالك الريم بشعار مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين القادم على المستوى الخامس. هذه هي الانطلاقات وهذه هي الشعارات الحاضرة والأسماء المتواصلة. نعود وإياكم إلى الصدارة، إلى انطلاقة مثايل على الصدارة على البداية الأولى. نتابع الثنائي المرح مع انطلاقة شعار بن دري ومع انطلاقة شعار النابتي على الصدارة وعلى البداية الأولى، ولكن غيرت صبا على الصدارة وعلى الانطلاق الأول بانطلاقة منصور بن سيف بن علي بن سعيد المنصوري على البداية يتقدم وعلى الصدارة الأولى، بينما ثاني المراكز هنالك مثايل القادمة علي بن محمد بن سعيد النابت على المستوى الثاني، وثالثا القادمة ماثوقة زيد بن محسن بن علي بن نديلة على المستوى الثالث. راعي الغزالة يتقدم في هذه الأثناء على المستوى الثالث، بينما رابع المراكز القادمة لان الريم مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين على المستوى الرابع. الناس عليك يا ريم أقلقوني، هذه هي لان الريم القادمة على المستوى الرابع، بينما خامس المراكز وصلت لان المسك على خامس المراكز. يتقدم شعار عاطف بن عطية بن حسن القرشي، راعي المملكة وراعي الأسماء الغنية عن التعريف، هذا هو الآن يتقدم مع انطلاقة المسك، وصل بن ذيبان الآن على المستوى
المستوى الخامس بانطلاقة ثمينة عبد الله بن عبيد بالحلوس بن ديبان العامري على المستوى الخامس. الأسماء تقدمت والشعارات وصلت الآن، نرى ونتابع هذه الأعداد الهائلة والانطلاقات الرائعة. العودة وإياكم إلى صبا، صبا على الصدارة، صبا متمسكة على أمور هذا الشوط بهذه الانطلاقة الرائعة. منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري على البداية. وصلت الشعارات الآن، وصلت الأسماء القادمة، مثايل بشعار علي بن محمد بن سعيد النابت، وهنالك الريم الواصلة مشلش بن سعيد بن محمد الخيرين، وصلت خيره الآن صالح بن فرج بن هادي المري على المستوى الرابع. النقل إلى خامس المراكز، ونتابع ماثوقة زيد بن محسن بن علي بن طيثاب بن انديلا، كيلو ونصف الكيلو، كيلو ونصف الكيلو مع هذه الانطلاقات، مع هذه الشعارات الحاضرة. شعار بن مقارح وصل، وشعار المالكي، والأسماء الغنية عن التعريف حضرت الآن على المستوى الخامس وما خلف الخمس. ولكن البداية مع المعاين، المعاين على الانطلاق الأول، على البداية صالح بن فرج بن هادي المري مع أخي خير على الصدارة، خير خير على الانطلاق الأول. وصلت الريم الآن، وصلت صبا ومثايل وماثوقة مع هذه الأمتار، مع هذا الكيلومتر الأخير، الكيلو الخطير. اشتد الصراع وبدأ الإبداع مع الريم، الريم على الصدارة، الريم وصبا على المستوى الأول تغير. وصلت الآن ماثوقة القادمة على ثالث المراكز، رابعا شعار محمد بن سلطان بن سعيد المالكي والمعاين، والقادمة وجنا محمد بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري. السيارة وين؟ السيارة وين يا الخيرين؟ انطلقت الآن الريم، الريم الريم الريم، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله على هذه الانطلاقة. الريم الريم مشلش بن سعيد الخيارين، هذا هو الآن يقدم لنا هذه الانطلاقة مع هذه الاندفاع الرائعة، مع العروض الكبيرة، شكل لون عون. هذه هي الآن انطلقت مع السيارة، انطلقت باللحظات الأخيرة، عشرة على عشرة يا مشلش، ولا فيها كلام. سلام 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 على هذا الأداء المتميز مع هذه العروض الرائعة والجميلة في مهرجان المؤسس رحمه الله وطيب الله ثرى. حضرت الريم بهذه الانطلاقة الرائعة. ثاني المراكز ماثوقة، وصلت زيد بن محسن بن انديلة. ثالثا صبا منصور بن سيف المنصوري. ورابع المراكز حضرت الشهام مبارك بن سهيل بن مبارك بن غانم الاكتبي. وخامس المراكز تابعنا عجايب حمد بن عبد الله بوهليبة. نعود وياكم الى التوقيت الزمني ولحظة وصول الريم مشلش بن سعيد الخيارين، لحظة وصولها وللإعادة إفادة نتابع وياكم التوقيت الزمني. 9:24، 13 جزء من الثانية. هكذا كان توقيت الريم الحاصلة على المركز الأول. ثانيا حضرت في هذه الانطلاقة، تابعنا وإياكم هذا الشعار. ثاني المراكز الثاني ماثوقة زيد بن محسن بن انديلة. 9:29، 55 جزء من الثانية. وثالث المراكز ثالثا حضرت صبا منصور بن سيف بن علي بن سيف المنصوري. 9:31، 55 جزء من الثانية. تهانينا والف مبروك.